السلام عليكم، صباح الخير يا شباب. بصوا، انا عامل ميوت للكل، اللي عايز يسأل في حاجة بعد ما نخلص. احنا هنحل قطع النحو عندنا في البوكلت، فخلي البوكلت قدامك، هنحل من اول القطعة رقم 3. واللي عايز يسأل سؤال بعد كل قطعة، تمام، هسمح ان اللي عايز يعمل ريز هاند، اوكي، هسمعك واسأل في اللي انت عايزه. فمبدئيا كده جهز البوكلت قدامك. انا بعتذر طبعا ان انا كنت حطيتكم على الويتنج شويه لغايه بس ايه ما نظبط الشغل اللي هنشتغله. جهز بقى قدامك البوكلت بعد اذنك. نبدا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا من أول القطعة رقم 3، عندكم تقريبا في صفحة 106 تقريبا أو 107. الناس كلها تبقى جاهزة. يلا بينا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يمر العرب في هذه الأيام بأزمتهم الأشد تأثيرا، ويحتاجون إلى وقت ليتغلبوا عليها، وعلى السياسيين العرب تقع المسؤولية الكبرى. والآن علينا أن نصبر حتى تزول هذه الأزمة وتصفو السماء العربية كلها. تمام، طيب، نقدر نقول كده إيه؟
شباب، هو في حد عنده مشكلة؟ اللي عنده مشكلة يرفع ايده كده بس بعد اذنكم. اتفضل يا منير. العرب هتعرب فاعل لا مرفوع علامة ثواني. رفعه الضمة. يا ابني استنى، انا الاول بتاكد بس في حد عنده مشكله ولا لا، مش على الاجابه. مفيش مشكله. طب بص، هتفق معاك على اتفاق لذيذ. انا هعمل ان ميوت للكل بس مش عايز دوشه، يعني مش عايزين اللي هو ايه، يعني كل الناس تجاوب في توقيت واحد والكلام ده بلاش بالله عليك. تمام حاضر يا يوسف. طيب، يلا كده كله يقدر يفتح المايك بتاعه، واللي هقول عليه بس هو اللي يشترك معايا بعد اذنكم. متفقين؟ ها افتحوا المايك. يلا اتفضل يا وسيم، عايز تقول ايه؟ لا المايك ما كانش بيرد. طيب ادينا بنسمح للكل اهو. طيب منير، زي ما قلنا كده من شوية، الإعراب الكلمة الأولى اللي هي كلمة العرب هتبقى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، صح كده؟ طيب نشوف اللي بعده، نقول مثلا عمر محمد، اعرب لي كلمة السياسيين. على مهلك. أساسين اسم مجرور بعلى ايوه وعلامة جره الياء، اسم مجرور على وعلامة جره الياء، اشمعنى؟ لأنها جمع مذكر سالم. لأنها جمع مذكر سالم، بالظبط كده. طيب نقول حمزة، اعرب لي كلمة تزول وركز فيها شوية. حمزة معايا ولا ايه؟ اه حمزة، كريم عمرو. طيب بلاش حمزة. مستر إبراهيم، ايوه حمزة بيقول لنا إن المايك مش شغال تقريبا أو حاجة كده. مايك عنده، ان انا المايك على فكرة كان شغال. أيوة عارف إنه شغال عادي. ومستر صلاح بيقول لحضرتك ينفع تسيبني أدخل؟ هو عايز يدخل. مين ده؟ مازن صلاح. مازن صلاح. مزرت ليه في الويتنج روم. تمام. يلا بينا كده يا شباب. كريم عمرو معايا؟ لا معاك يا مستر. يلا كريم اعرب لي كلمة تزول. فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة. تمام، قول لنا كده ايه اللي خلاك قلت ان هو منصوب يا كريم؟ مش قبليه حتى. عشان قبليه حتى، عشان قبليه حتى، بالظبط كده. يبقى انا لما اقول فعل مضارع منصوب عادي، لو انا قلت طبعا فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة. تمام كده حضرات؟ طيب بصوا كده يا شباب، احنا يعني المقصود النهارده بالسيشن دي مش يعني اي حاجه غير ان احنا نراجع. ركزوا معايا كده شويه. انا دلوقتي احنا خلاص تم اعراب كل الكلمات اللي تحتها خط، بس لازم حضرتك تبقى فاهم ازاي قطعه النحو تتعامل معاها ازاي، لان الطالب بيبقى الدنيا معاه شغاله كويس جدا لما بجيب له جمله يعرف يعرب، اجيب له جمله يعرف يفهمها لي، بس اول ما بيلاقي قطعه نحو قدامه متعرفش ايه اللي بيحصل. فاحنا اهم حاجه ان حضرتك تعمل ايه، ان حضرتك تبقى فاهم
أتعامل مع قطعة النحو إزاي؟ أتعامل مع قطعة النحو إزاي؟ يعني بصوا يا أبطال كده، أنا دلوقتي قطعة النحو اللي قدامي دي هعتبرها هي مجموعة جمل، وده الواقع فعلا إن القطع عبارة عن مجموعة جمل. فأنا المفروض إن أنا أعمل فيها إيه؟ أبتدي أقسمها جمل صغيرة. منير أنت عايز حاجة؟ لا يا مستر، انا بس رافع ايدي عشان عايز اجاوب يعني في اي وقت. يا سلام، يعني انت هتفضل رافع ايدك عشان في اي وقت تجاوب؟ انا همشي بالدور ما تقلقش. المهم، فاحنا دلوقتي المفروض نتعامل مع قطعة النحو ازاي؟ بالدماغ، بالفهم، بالعقل. يعني دلوقتي مثلا يمر العرب في هذه الايام بازمتهم الاشد تاثيرا، ادي كده دي جملة، مع ملاحظة الشباب ان احنا كل جملة ممكن يبقى جواها جملة، كل جملة جواها ايه؟ جملة. ده عادي. زي ايه؟ زي مثلا لما بلاقي المبتدأ الخبر بتاعه خبر جملة فعلية، مثلا المبتدأ بتاعي خبر بتاعه جملة فعلية، فأنا هلاقي جملة جوه جملة اهي. تمام. يبقى السياسيين العرب، آسف، يمر العرب في هذه الأيام بأزمتهم الأشد تأثيرا. طب بأزمتهم الأشد تأثيرا، يبقى أنا لغاية هنا كده، دي كده عندي جملة خلاص. ويحتاجون إلى وقت طويل ليتغلبوا عليها. طب ما أنا ممكن أقول ويحتاجون إلى وقت طويل، شكرا، أدي كده عملتها جملة. ليتغلبوا عليها، أدي جملة تانية. بعد كده، وعلى السياسيين العرب تقع المسؤولية الكبرى، أدي جملة كمان. وعلينا، والآن علينا أن نصبر حتى تزول هذه الأزمة، أدي جملة. وتصفو السماء العربية كلها. كده أنا أقدر كطالب أتعامل مع كل جملة لوحدها. أي كلمة محتاج إعرابها هبص عليها جوه الجملة الصغيرة بتاعتها، بدل ما تبص عليها جوه القطعة ككل. تمام كده يا شباب؟ طيب، يبقى أول إعراب كان منير قال لي إن هو فاعل، أنا بصيت له إزاي مثلا؟ قال لي يمر العرب في هذه الأيام بأزمات شديدة، الجملة دي كده جملة إيه؟ جملة فعلية. بتتكون من ايه الجملة الفعلية؟ فعل وفاعل واحيانا مفعول به. طيب فين الفعل؟ لقيت الفعل قدامي يمر، بسأل مين اللي بيمر؟ قال لي العرب، دي الإجابة. فيبقى ده الايه؟ الفاعل. انا طبعا خدت كلمة العرب كنموذج او كمثال علشان حضرتك بس تبقى فاهم احنا بنمشي ازاي. طيب نروح لأستاذ كراس عاطف واقول له هات لي من القطعة دي فعل أجوف. انت معايا كراسة ولا لا؟ طيب طيب يلا فكر. ما وصلتش ولا ايه؟ بدور. طب ممكن أسألك سؤال؟ أي طب هو انت وانت بتدور المفروض ان انت بتحدد ايه؟ فعل أجوف. فعل اجوف كده على طول ولا ايه الفعل الاجوف ده، صحيح ولا معتل اصلا؟ معتل. حلو قوي. طب يعني انت بتدور على فعل معتل، حرف العلة موجود فين؟ الأجوف يمر حرف العلة فين؟ أكيرو. طب خلينا نمشي كده فعل فعل. نزل إيدك يا منير، نزل إيدك. إحنا دلوقتي هنمشي فعل فعل. أنا زي ما قلت لكم في الفصل بكده، أنا بمسك فعل فعل أعدي عليه، وايا كان زمنه لازم ارده. حد فاكر كده الزمن ايه؟ الماضي، ولو في ضمير متصل اشيله، وبعد كده اعد حروفه، لو طلع ازيد من 3 حروف اصليه او 4 حروف اصليه اشيل حروف الزياده. وحروف الزياده عندي احتمالاتها مش كتير، هي مجموعه في كلمه ايه؟ هناء وتسليم. تمام. طيب عندي مثلا اول فعل، عندي الفعل يمر. فعل يمر ده ماله؟ ده فعل مضارع، الماضي بتاعه ايه؟
مرة، الماضي بتاعه مرة، صح كده؟ طيب إيه، طب مرة ده كام حرف؟ اتنين. لا ده مش اتنين، ده كام؟ ده تلاتة، عشان الراء ايه؟ مشددة، تمام كده؟ طيب ادي اول فعل، ما لقيتش فيه حروف علة، ما يلزمنيش ده، اكمل. يمر العرب في هذه الايام بازمتهم الاشد تأثيرا ويحتاجون، يحتاجون الماضي بتاعها ايه؟ يحتاجون ده احتاج، احتاج. مثلا عرفتها قول زول ايه؟ ايه زول زال؟ تزول تزول بقى، الماضي بتاعه زال مش زال، زال تبقى بالظاء. طيب صح كده، الكلام مظبوط. يبقى انا عندي الفعل تزول عشان الماضي بتاعه ايه؟ زال، الماضي بتاعه زال، تمام. يبقى حرف العله بتاعه هيبقى في النص، ده معتل اجوف، جميل. طيب نقول مثلا الاستاذه لجين التامر، معايا لجين؟ ايوه يلا، عايز فعل ناقص، اشرحي لي يعني ايه فعل ناقص الاول. فعل الناقص اللي هو فعل معتل ناقص، اللي بيبقى آخر حرف في الكلمة ايوه بيكون حرف علة. جميل جدا، تصفو صفو، ده كلام محترم عشان الماضي بتاعها ايه؟ صفا، الماضي بتاعها صفاء. صفا. طيب خير يا عمر، اتفضل. مستر لو سمحت، هو يحتاجون ما تنفعش فعلا أشوف اه اللي تنفع، يحتاج تنفع. بص انا صح؟ كاتبها وكنت لسه هناقشكم فيها. طيب طب نرجع تاني كده يا شباب للفعل يحتاجون. انا قلت يحتاجون الماضي بتاعه احتاجه، بعد حروفه، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. احنا قلنا الاصل في في الفعل هيكون ثلاثه اصليين يا اربعه اصليين. طيب ايه هنا من الحروف اللي ممكن اشيلها ويفضل الفعل زي ما هو في المعنى؟ احنا قلنا ان الحروف الزياده بتعمل ايه؟ بتغير الدلاله مش بتغير المعنى، صح كده؟ طيب اللي انا ممكن اشيله من هنا هو حرف الالف الاولاني ده وحرف التاء اللي في النص، فهتبقى لي ايه؟ الحاء والالف والجيم. يعني فعل احتاج ده اصله حاجه، اصله ايه؟ حاجه، حاء الف جيم، يبقى ده فعل اجوف، تمام. طيب اتفضل يا منير، كنت عايز تقول ايه؟ شكرا لك. عفوا. مثل هو ال هو ال الفعل يعني هو مش المفروض ان الموضوع الاربع حروف ده المفروض بيبقى موجود في الفعل المضاعف بس، يعني مثلا زي زلزلة والحاجات دي. بالظبط، بالنسبه لكم، بالنسبه لكم بس مش مضاعف بس، ما انا عندي برضو افعال بتتكون من اربع حروف بس مش مضاعف رباعي، بس بالنسبه زي ما قلت لك قبل كده، بالنسبه للمرحله بتاعتكم انت ليك الثلاثي، ولو يبقى رباعي يبقى الرباعي المضاعف بس. بس انت عندك مثلا منير فعل زي فعل دحرجه، الفعل ده بيتكون من اربع حروف كلهم اصليين، فما نقدرش ان احنا نعمل فيهم اي حاجه، ما نقدرش نشيل ولا الدال ولا الحاء ولا الراء ولا الجيم، فانا محتاج الاربع حروف دول بترتيبهم زي ما هم، تمام كده؟ تمام. تمام. طيب نكمل نشوف عايز بقى نقول كريم هيثم، عايز فعل مضاعف يا كريم. معايا يا كريم ولا ايه؟ طب نروح لمالك عماد عشان الوقت بس ما يروحش مننا. مالك، نامس صباح الخير يا مالك، تونو. يلا حبيبي، عايز فعل مضاعف. مرة الله ينور عليك، مرة بس. طبعا بالمناسبة شباب، أنا برجع كل فعل الزمن الماضي بس ده في الهامش كده في الدرافت مع نفسي، إنما أنا بكتب الفعل زي ما بلاقيه في القطعة. يعني أنا لقيت الفعل المضاعف عندي يمر، يبقى هكتبه يمر زي ما هو مكتوب، ما تمام؟ تكتبش يمر، مرة. لا ما تكتبهاش مرة، اكتبها يمر، هي موجودة في القطعة ايه؟
ماشي. يمر. بالظبط كده، تمام. طيب نروح للاستاذ مازن صلاح. يلا مازن، عايز ضمير بارز واعربه. ضمير بارز. السياسيين. ضمير يا ولدي، ضمير يا ولدي، خلي عندك ضمير. صح. الهاء الهاء عليها. جميل. هاء الغيبة في كلمة؟ عليها. طب فين كلمة عليها؟ هنا. اوكي تمام، هتبقى في محل ايه دي بقى؟ محل جر اسم مجرور. في محل جر اسم مجرور، الله ينور عليك. بصوا كده شباب سريعا، علشان في بعض الطلبة للأسف بتتلخبط. احنا دلوقتي لما يبقى عندي اي ضمير يقول لي عليه ضمير بارز. الضمير البارز ده نوعين، خلينا فاكرين الضمير البارز نوعين. الضمير البارز يا اما ضمير بارز متصل، يا اما ضمير بارز منفصل. المنفصل اللي هو انا ونحن، هو وهي وهما وهم وهن، انت وانت وانتما وانتم وانتن، كل ده اسمها ضمائر بارزة بس منفصلة. عندي ضمائر بارزة تانية بس متصلة، اللي هي احنا قلنا مجموعة في كلمة تناوين، دي اللي بتيجي في محل رفع. وعندي اللي مجموعة في كلمة ناهيك، دي اللي بتيجي يا إما في محل نصب يا إما في محل جر. سريعا كده، تناوين دي أعربها في محل رفع إمتى؟ لو لقيتها اتصلت بفعل تام، اللي هو بالبلدي كده فعل من الأفعال العادية بتاعتنا، أو اتصلت بكان وأخواتها. لو اتصلت بفعل تام هتبقى في محل رفع فاعل، ولو اتصلت بكان وأخواتها هتبقى في محل رفع بس اسم كان وأخواتها. ركز كده شباب في اللي بنقوله، يعني اللي احنا بنقوله ده تلخيص قاعدة الضمائر كلها. طيب لو ناهيك بقى بتيجي في محل يا إما نصب يا إما في محل جر. إمتى تيجي في محل نصب؟ في حالتين اتنين. لو ناهيك أي واحد من الضمائر دول اتصل بيه فعل هيبقى في محل نصب مفعول به. طب اتصل بحرف ناسخ، اللي هي ايه الحروف الناسخة؟ اللي هي إنا وأخواتها، هيبقى في محل نصب برضو بس اسم إنا أو إحدى أخواتها. طب امتى يجي في محل جر؟ حالتين اتنين سهلين، منهم حالة مازل لسه مطلعها، لو اتصل ناهيك بحرف جر هتبقى في محل جر اسم مجرور، ولو اتصل بأي اسم في الدنيا هيبقى في محل جر مضاف إليه. تمام كده حضرات؟ طب عمر محمد رفع ايدك، عندك سؤال؟ مستر اتفضل. هو مستر في حاجات يعني في ضمائر بارزة تانية فكتها؟ انا لسه هقول والله في ضمائر كتير. بص نمشي واحدة واحدة كده. يمر العرب في هذه الأيام بأزمتهم، هاء الغيبة في كلمة أزمتهم. لو بصينا هنلاقي إن كلمة أزمة دي اسم، تبقى هنا في محل جر مضاف إليه. هكمل، بأزمتهم الأشد تأثيرا ويحتاجون، واو الجماعة أهي اتصلت بفعل، ما يحتاجون دي واو الجماعة من تناوين ولا من ناهيك؟ على ان هي من التناوين واتصل بفعل عادي، فعل تام تبقى في محل رفع فاعل. وكلمه يتغلبوا واو الجماعه برضو، ويتغلب ده فعل يبقى برضو في محل رفع فاعل. ليتغلبوا عليها الهاء لسه مازن قايلها. وعلى السياسيين العرب تقع المسؤوليه الكبرى، والان علينا النادي اتصل به بعلى، على ده حرف جر هتبقى في محل جر اسم مجرور. تمام. آخر ضمير موجود في القطعة دي كلمة كلها، هاء الغيبة هتبقى برضو في محل جر اسم مجرور. بالمناسبة شباب، الشيء بالشيء يذكر، معلش أنا آسف اللي بيتكلم إني قطعتك. كلمة تصفو، تصفو، اوعوا حد فيكم ينخدع ويفتكر إن الواو دي واو جماعة. الواو في كلمة تصفو الواو أصلية أصلاً، هي يعني الفعل هو بيتكون من الصاد والفاء والواو، فدي حرف اصلي معايا ما ينفعش ان انا اشيله واحذفه. يعني انا لو شلته هيبقى الفعل تصف، ده لما يبقى الفعل ايه؟ مجزوم باي اداه جزم، هيبقى علامه جزم وحذف حرف العله. وصلت كده؟ تمام. وبعدين تصف اصلا ده جاي من الفعل وصفه، فدي حاجه ودي حاجه.
طيب اللي كان بيتكلم انا تحت امرك؟ ايوه بص مثلا هو انا في لو قال لي ضمير منفصل وقال لي هو في وقال لي عربه مثلا زي اللي عندي يحتاجون، انا ساعات بعمل بشيل الضمير واحط بداله اسم اي حد مثلا يحتاج الناس وأعرب كده كلمة الناس حلو هتبقى فاعل. حلو مش وحش حلو. ممكن تشيل الضمير وتعوض عنه، اصل هي اصلا يا اخوانا الضماير دي بتبقى يعني مرتبطه بكلمه. يعني انا دلوقتي قلنا يمر العرب في هذه الايام بازمتهم الاشد تاثيرا ويحتاجون، ما هو مين اللي بيحتاجون؟ العرب. فانا ممكن اشيل فعلا زي ما مازن قال، اشيل واو جماعه واحط كلمه العرب واعربها. لما اقول يحتاج العرب، العرب هيبقى عربها ايه؟ فاعل، يبقى ده في محل رفع فاعل. دي برضو طريقه من الطرق الكويسه جدا. شكرا يا مازن، الله ينور. طيب استاذ عمر واستاذ منير، كل واحد فيكم عنده سؤال، نبدا بعمر. لا يا مستر معلش انا نسيت انزل ايدي. طيب منير اتفضل. مستر هو في اللي يتغلبوا هي مش ديت لام التعليل؟ بالظبط كده. طب مستر انا قبل كده كنت بحلق بص يا منير، انت الصوت عندك بيقطع، انا مش سامعك كويس. منير هو النت عندك فيه تقريبا مشكلة، الصوت بيقطع جامد. تقريبا زي فهي ليه هنا طب بص يا منير، انت لو سامعني انا مش سامعك كويس، انا فعلا صوتك بيقطع. طب انا هقول لك اعراب كلمه يتغلبوا كلها على بعض كده، ولو في اي تعليق انا معاك. تمام، اللي يتغلبوا دي اللام زي ما منير قال من شويه، هي لام تعليل. هي لام ايه؟ تعليل. فيبقى الفعل المضارع اللي بعديها، هو منير طلع تقريبا، بس خلينا نقولها كده بسرعه. اللام هنا يا شباب في يتغلبوا لام تعليل، لام التعليل. يبقى الفعل المضارع بتاع يتغلبوا ده هيبقى فعل مضارع منصوب، لان لام التعليل من حروف النصب، هيبقى فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه ايه بقى؟ هنا انا لازم احدد نوع اللام، اسف نوع الفعل، احدد نوع الايه؟ الفعل. منير انت اتكلم كده، اسمعك تاني. هو حضرتك كده سامعني؟ ايوه الحمد لله على السلامه. مستر انا كنت بقول لحضرتك ان شفت قبل كده فهو ليه هنا مع لانه النون هنا محذوف. ما انا جاي لك في الكلام اهو. فيتغلبوا لو هي فيتغلبوا. حلو انا معاك. الفعل اصلا يا شباب اصلا يتغلبون، يعني هو الفعل في العادي المفروض بيتكتب يتغلبون اهو، يتغلبون. تمام، ده كده فعل من الافعال الخمسه يا شباب، ده فعل من الافعال الخمسه. الافعال الخمسه بتبقى مرفوعه بثبوت النون، النون تبقى موجوده طول ما الفعل مرفوع زي ما انا كاتبها كده. طب امتى النون دي تحذف تتشال؟ لو الفعل بتاعي ده كان منصوب بأداة من أدوات النصب اللي هي أن أو لن أو كي أو حتى أو لام التعليل، ساعتها يبقى الفعل المضارع بتاعي منصوب وعلامة نصبه حذف النون. زي لام التعليل اللي هنا، هي دي كانت سبب نصب الفعل المضارع بتاع يتغلبوا ده، فشلنا النون من وجود الكلمة، فما فيش نون عندي اتشالت، فما أقدرش أقول لي يتغلبون. لو قدامه الفعل برضه لو قبليه حرف من حروف اللي بتجزم الفعل المضارع، فهيبقى فعل مضارع مجزوم، علامه جزمه ايه؟ برضه حذف النون، لانه هو من الافعال الخمسه. نراجع سريعا كده، ايه هي الافعال الخمسه؟ الافعال الخمسه دي هي كل فعل مضارع، كل فعل مضارع في الدنيا اتصل بيه واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه يتحول على طول لفعل من الافعال الخمسه. والافعال الخمسه علامات اعرابها في الرفع بتبقى
ثبوت النون في حالتي النصب والجر، اسف النصب والجزم، حذف النون. تمام كده حضرات؟ منير كده المعلومه وضحت ولا لسه؟ كده تمام. تمام بس جدا. هو انا عايز بس اعرف لو هي فيتغلبوا هي هتتحذف ليه؟ فيتغلبوا الفاء. طيب انت كده، مش انا قلت لك دايما يا منير انت بتسال اسئله ما شاء الله عليك اكبر من سنك. طيب احنا عندنا برضو من حروف نصب الفعل المضارع يا منير حاجه اسمها فاء السببيه. حلو كده، دي هتاخدها ان شاء الله في تانية ثانوي. فانت لما هتلاقيها فاء السببيه دي، عشان انا اكلمك فيها دي قصه كبيره بقى، عشان في شروط معينه ان فاء السببيه دي تنصب الفعل المضارع، قصه كبيره كده شويه. فانت لو لقيتها اعرف ان الفعل ده منصوب، بس هي مش عليك طبعا. تمام يا وحش؟ تمام. طيب ندخل كده يا شباب على القطعه الثانيه. القطعه رقم 4. ان المؤمنين الصادقين هم الذين يحبون طاعه ربهم حتى يرضى الله عنهم، فيا طالب العلم لتحرص على طاعة الله كي تظفر برضاه. تاني، عايز بقى كده حضرتك مع نفسك دلوقتي قسم لي القطعة الزغنطوطة دي لجمل صغيرة عشان نعرف يعني ايه نتعامل مع كلمة كلمة جوا. انا حدي لحضرتك بالظبط 30 ثانية تقسمها. طبعا هي بتتقسم لجمل صغيرة بناء على فهم حضرتك. يلا شباب، طيب نبدأ نقول كده. إن المؤمنين الصادقين مالهم؟ هم الذين يحبون طاعة الله أو طاعة ربهم، آدي كده هنا جملة. حتى يرضى الله عنهم، آدي جملة كمان. فيا طالب العلم، ممكن نعتبرها كده إيه مقطع لوحده يعني. لتحرص على طاعة الله، شكرا، كي تظفر برضاه. حلو أوي. خلي بالكم زي ما قلنا من شويه ان انا ممكن الاقي جمله جوه جمله، جمله جوه جمله. ده امتى؟ في حاله ان انا الاقي مثلا المبتدا او اسم ان او اسم كان الخبر بتاعه ممكن يكون جمله اسميه او جمله فعليه على حسب النوع. طيب خير يا منير؟ مثلا لما جيت قسمتهم لقيتهم جملتين في الاخر. جملتين. طيب انا هقول لك انت عملتها ازاي. انت قلت ان المؤمنين الصادقين هم الذين يحبون طاعه ربهم حتى يرضى الله عنهم، صح؟ بالظبط كده. انا قسمت من بعد كلمه ربهم بجمله ثانيه، هي اي نعم الجمله الثانيه اللي هي حتى يرضى الله عنهم ليها علاقه بالجمله الاولى، مرتبطه بيها يعني، ولكن ممكن اعتبرها جمله لوحدها. يعني انا ممكن بص كده منير، ممكن اقول ان المؤمنين الصادقين هم الذين يحبون طاعه ربهم، ممكن الجمله تخلص على كده. حتى يرضى الله عنهم دي سبب ليها، صح كده؟ عشان هنا حتى حرف بيفيد حاجه اسمها حرف يفيد الغايه، يعني بيديني سبب هنا. وصلت كده؟ فعادي انت ممكن تجيبها كده، بس تبقى حاطط في اعتبارك ان الجمله الكبيره الاولى اللي انت قلتها من اول ان المؤمنين دي تمام لغايه يرضى الله عنهم جواها جمل صغيره، فانت لازم تبقى مستوعب الحته دي شويه. تمام كده جميل؟ تمام. نبدا ب المدموزيل رؤى، يلا بينا. الصادقين. نعت منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. جميل، نعت منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طب سريعا كده رؤى عشان زمايلنا يبقوا واخدين بالهم معانا، إيه السبب في إن حضرتك قلتي إن هي نعت؟ عشان معرفة وعشان منصوبة، وهي تمام. خبر هتبقى جميل جدا. يعني اقدر اقول ان اكمل على كلام رؤى ان المؤمنين والصادقين الاثنين كلمتين معرفه، والاثنين كلمتين مذكر، والاثنين منصوبين زي ما رؤى قالت، صح كده؟ حلو، يبقى معرفه ومعرفه، جمع وجمع، مذكر ومذكر. الاهم بقى من كل ده شباب ان الكلمه الثانيه اللي هي كلمه الصادقين
تكون وصفت كلمة المؤمنين. لو ما فيش عندي وصف ما عنديش نعت. ده الشرط الرئيسي والأساسي إن أقول إن الكلمة دي نعت. طالما عندي الكلمة التانية بتصف الأولى تبقى نعت. تمام؟ طيب شكرا رؤى، الله ينور. كابتن وسيم يلا بينا. معايا؟ تمام. يلا يا وسيم، عايز إعراب كلمة طاعة. اسم مجرور بالكسرة. اسم مجرور بالكسرة، إيه سبب جره؟ العلى. حرف الجر على. تمام جدا، الله ينور عليك. طيب نقول للأستاذ عمر حسن، معايا عمر؟ ايوه معاك يا مستر. يلا بينا، عايز إعراب كلمة تظفر. معلش تظفر. تظفر فعل مضارع. فعل مضارع، جميل. ماله؟ مرفوع. لا مش مرفوع، ضحكوا عليك. شفت بقى؟ بص كده يا عمور، شايف كلمة كاي دي؟ افتكرها كده، احنا كنا بنشوفها فين؟ طب ايه رأيك تراجع لي كده أدوات النصب بتاعت الفعل المضارع؟ إن لا مش إن، أوعى. أن ولن وكي، أهي أهي اللي قدامي أهي، وحتى ولام التعليل. تمام كده؟ يبقى كلمة كي دي حرف من الحروف اللي بتنصب الفعل المضارع، يبقى على طول كده فعل المضارع بتاعي اللي هو تظفر ده هعربه إيه؟ فعل مضارع. أيوه ماله؟ منصوب. ايوه منصوب، ما اقدرش اقول عليه مرفوع خالص، اوعى خلي بالك. طيب استاذ كراس، كنت عايز تسال حاجه تحت امرك ولا عايز تجاوب؟ مش انت شرير مستر، ينفع حضرتك تعيد اول رب الصديقين؟ الصادقين، حاضر من عينيا. كلمه الصادقين اعرابها نعت، يعني رؤى قالت لنا ان الصادقين نعت. لما سألتها ليه؟ قالت لي عشان بتوصف كلمة المؤمنين ومنصوبة زيها ومعرفة زيها، فإحنا متفقين إن النعت لازم يتبع المنعوت في حاجات كتير، أولاً في التعريف أو التنكير، وفي النوع، وفي العدد، وفي الإعراب، بس كل اللي قلناه ملهوش قيمة لو ما كانتش الكلمة التانية بتوصف الأولى، اللي هي الكلمة اللي أنا شايف إن هي نعت، لازم تكون بتوصف اللي قبليها. تمام؟ طب شباب إحنا تقريباً فاضل دقيقة ونص والميتنج يفصل، لو فصل هندخل تاني بعد إذنكم، نكمل الساعة بتاعتنا. طيب نرجع لمين اللي رافع إيده المرة دي؟ أمرني يا أستاذ مالك. مستر عايز أجاوب. عايز تجاوب؟ طب ما في ناس يا ملوكة أفندي، في ناس لسه ما جاوبتش، استنى أما نخلص كله نرجع لك. ماشي؟ طيب سلسبيل. معايا سلسبيل؟ ألو سلسبيل؟ طيب كريم هيثم، في ناس داخلة ضيوف شرف بس يعني ولا إيه يا شباب؟ طب نروح لحمزة. يا مستر يلا بينا حمزة، عايز من القطعة اللي قدامك دي فعل معتل واذكر نوعه. هو كده الراجل ما أجبركش على نوع معين من أنواع الفعل المعتل، قال لك أنا عايز فعل معتل براحتك أنت وبعد كده بين لي نوعه. ثانية. قل يا ولدي ولا تخف.